اما هلا بننتقل عفاف معك ومع المشاهدين لمحطتنا الطبيه لليوم. رح نحكي عن موضوع كثير مهم عم نسمع عنه بالاونه الاخيره، الضغوطات النفسيه اللي عم نعيشها بشكل يومي قديش بتاثر على عضله القلب وما يتعلق بكل ما يخص القلب من امراض. كثير بنسمع عن شباب صار معهم بعض الامراض، كثير بنسمع اليوم عن وفيات بجلطات بعمر صغير بسبب الضغوطات النفسيه، بسبب الحياه اللي عم نعيشها المختلفه، كلياتنا يمكن عم نمر بضغوطات اليوم لكن لازم نخفف شوي عن حالنا. تماما نور، لهيك اليوم رح نسلط الضوء على موضوع طبي مهم بظل الاحوال السائده واللي هو مرض القلب الاكليلي. رح نتعرف عليه سوا مع الدكتور يوسف دياب، اخصائي بالجراحه القلبيه والصدريه والاوعيه. صباح الخير دكتور. صباح النور. يا هلا، يسعد صباحك دكتور. بالبدايه خلينا نعرف شوي المشاهدين ما هو مرض القلب الاكليلي، يعني طبيا لانه نحاول نبسطه للناس بشكل مبسط ونحن دورنا تثقيفي للناس. صحيح. المرض الإكليلي هو يصيب شرايين القلب، والإصابة هي بالدرجة الأولى هي وراثية. يعني في عندنا عوامل مؤهبة وعوامل خطورة. أحد أهم العوامل المؤهبة هي الوراثة، فالإنسان عنده وراثة فبيكون عنده استعداد أنه يصير عنده المرض، مش ضروري عندنا وراثة لكن حنصاب 100%. صحيح. ولكن إذا كان العوامل الخطورة استجنبناها كلياتها، فحتى بوجود العامل الوراثي الإصابة لا تصيب الإنسان إلا بعد عمر 60-70 سنة، يعني معنى وقت. لكن إذا كان نحن من عوامل الخطورة واللي أهم الداء السكري، ارتفاع الضغط الشرياني، ضغط الحياة سواء كانت حياة العمل أو حياة الزوجية أو حياة العائلية، عندي ارتفاع الضغط الشرياني، عندي ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية والبدانة، كل هدول العوامل بتزيد من خطورة أو من الإصابة وبتبكر في الإصابة. فكل ما الإنسان عنده عوامل خطورة زيادة وما راعاها فكل ما كان إصابته بتصير بعمر مبكر. مثل ما قلت إنه الإصابة إذا ما كان كل هالعوامل، نحن لنفرض إنسان عنده وراثة لكن من صغره بلش بالرياضة، بلش بالأكل الصحي، بلش بال يعني حياته هنية مقبولة. طبعا الحياة الهنية لا تأتي بس من الثراء أو من الغنى أو من، بتأتي من المجتمع، بتأتي من العائلة، بتأتي من الفرد ذاته كمان من طبيعته. طبعاً. كل هالأمور هي مفروض تتوصل. فكل هالشي لازم يصير منشان نأخر حدوث الإصابة لبعد 60 ولا بعد 70. فالإنسان اللي أنا بسميها ذنوب، هل التدخين، عدم ضبط الضغط، عدم ضبط السكري، قلة الحركة، يعني عدم الرياضة، لازم الإنسان يعمل رياضة، هو صغير هو شاب لازم يمارس الرياضة. لذلك في بلاد المتقدمة والمتطورة يعني الرياضة لها أهمية كبيرة في حياة الشباب وفي المدارس وفي المجتمع بشكل عام. للأسف عنا، ما بدي أحكي بظروف الحرب، حتى قبل الحرب. صحيح. كان عنا الرياضة شوي مهملة، ما كل الشباب بتحب الرياضة. الرياضة ضرورية حتى عند الكبار، أنا بنصح بالعمر حتى بالخمسين وما فوق الإنسان ما يوقف عن الرياضة. الرياضة المطلوبة بسن الخمسين مثلا والستين هي فقط رياضة المشي ولمدة ساعة متواصلة وبسرعة معينة، لا هي سرعة ركض ولا هي مشي أثناء التسوق مثلا. دكتور، شو هي أبرز الأعراض يلي بتدل على وجود إصابة بهذا المرض؟ أبرز الأعراض هي الألم عند الجهد. هلأ نحن بندرس بالجامعة بنقول للطلاب أي ألم ما بين الزقن والسرة هو ألم قلب المنشأ حتى إثبات العكس. يعني أي مريض عنده قصة عائلية، عنده سكري، عنده ضغط، أو عنده تدخين كتير بشدد على التدخين، أو عنده قلة حركة، عنده بدانة، كل هالأمور إذا كان ترافقت مع ألم أثناء الجهد ولو كان جهد بسيط في أي مكان من هالمنطقة ما بين الزقن وبين السرة فهو ألم قلبي، ولازم نفتش عن السبب القلبي قبل ما ندور على الأسباب الأخرى. لازم نعمل فحوصات ونطمن، فحوصات واختبار الجهد بالنسبة إذا كان ما عندنا شيء تاني. لكن
الفحص الواسم لهالعملية لكشف المرض بشكل دقيق هو القسطرة القلبية. طيب دكتور، يمكن بالثقافة العامة للأسف اليوم في مجتمعاتنا هو آخر خيار استشارة الطبيب. لما نحكي عن الأعراض مثلا مثل ما قلت الألم خلال الجهد، هو تكرار الحالة مثلا دون استشارة الطبيب ممكن يؤدي لوين؟ يعني نحن بنعرف كثير من الناس بتقول لك في عندي ألم فيه، بس آخر خيار لما بنقول الألم وصل للشدة العليا، وين بتاخذنا الأعراض ممكن بهي الحالة؟ هلا الأعراض يعني متنوعة، من ضمن الغثيان، من ضمن التعرق، من ضمن فتران الحيل، يعني بهد حيله للإنسان لما بتجي الجلطة، لما بيصير معه. هي الجلطة هي عبارة عن نقص تروية في عضلة القلب. الشريان اللي بيوصل الدم إلى القلب لازم يكون قطره معين، هو حوالي الشرايين الأساسية تبع القلب قطرة بين 2 إلى 3 مليمتر، تصور قديش دقيقة. ولكن لما بصير فيها تضيق بتصير لنفرض 1 ملي من أصل 3 ملي، فكمية الدم بجوز تكون كافية أثناء الراحة لأنه ما عم يقوم بجهد، فكمية الدم مطلوبة عم تتوفر. لكن لما بيقوم بجهد فبده كمية أكبر من الدم، هالكمية الأكبر ما القطر الشريان المتضيق لا يسمح بمرور الدم المطلوب، فالشعور بالألم هو عبارة عن يعني علامة جيدة أو علامة مهمة في نقص التروية. دكتور، في علاقة بين مرض القلب الإكليلي والتهاب التأمور؟ في علاقة بيناتهم ولا؟ لا، ما في علاقة. التهاب التأمور مرض لحاله، ممكن يكون سببه جرثومي، ممكن يكون سببه حمات راشحة، ممكن يكون سببه مناعي، له أسباب عديدة لكن ما له علاقة بنقص التروية. طيب دكتور، خلال حديثك قلت عدة عوامل هي ممكن عوامل الخطورة تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، ونحن عم نشوف بالآونة الأخيرة إذا بنحكي عن الظروف السائدة عم نسمع كثير مثلا بشباب، يعني كنا دائما نسمع يعني بذاكرتنا حتى ونحن صغار كل ما يتعلق بأمراض القلب نحكي عن أعمار كبيرة كبار السن. اليوم عم نشوف لا، أعمار صغيرة. اليوم عم نشوف مثلا شباب بيعملوا الورد مثلا جلطة قلبية ما قدر يتم إسعافه، نقل إلى المشفى وتوفى، وعم تزداد. يعني بالآخر 5 سنوات سمعنا عن حالات بالمحيط القريب. شو أسبابها؟ يعني كله يعود إلى الضغوطات النفسية. الضغوط النفسية هي سبب من الأسباب. هلا أنا لنقول كل هالأسباب اللي عديتها، خاصة هلا عند الشباب، الضغوط النفسية، التدخين، قلة الحركة أو عدم الرياضة. إذا أعطينا كل عامل من هالعوامل لنفرض 5% أو 10%، مجموع لا يعني، لنفرض هالثلاث عوامل مجموع لا يعني مثلا إذا أعطينا كل واحد 10 مجموع يعادل 30، لا، هي 10 متوالية يسموها باللغة العلم الحسابات هي متوالية هندسية، يعني عندي 10 ضرب 10 ضرب 10. يعني إذا كان شاب مدخن عنده قصة عائلية أو في عنده وراثة مدخن زيادة أو قليل الحركة لا يعتمد الرياضة، بدين مثلا أو عنده هموم الحياة كثيرة، فهذا نسبة إصابته 1000%. يعني 10 ضرب 10 يساوي 100، ضرب 10 بيساوي 1000. يعني كل ما تعددت العوامل الخطورة بنضربها في بعضها، مش انه والله بس مجرد عندي 10 30% احتمال، لا، اكثر من 30%، عندي 100% و1000% اصابات اذا كان الانسان عنده وراثي بالاول وعنده مدخن وهو شاب عمره 15 16 سنه بلش يدخن، لا يمارس الرياضه، عنده هموم الحياة في مجتمع، سواء ما له علاقة الغنى والفقر أبدا، له علاقة طبيعة الإنسان والظروف المحيطة فيه بالعائلة. العائلة كيف بتأمن له الأمان؟ الأمان في العائلة هو أساس أهم من المادة. طبعا الأمان المادي جزء، بس الأمان العاطفي والعائلي مهم جدا أكثر من المادة. صحيح. شكرا كثير لك ولنصائح يلي قدمت لنا اياها نورت صباحنا. الدكتور يوسف دياب، اخصائي بالجراحه القلبيه والصدريه والاوعيه، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتور، بنتمنى دائما الصحه والسلامه للجميع.